العملات الأجنبية. تنضم إلينا محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب لينا قنوع. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. إذا بداية يعني العديد من المعطيات أثرت على أداء المؤشر للدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ماذا عن هذا الأسبوع وكيف قرأتم أداء الأسبوع الماضي؟ اهلا بك، صباح الخير. بدايه المؤشر الدولار الامريكي بعد الارتفاعات والاتجاهات الصاعده التي شهدناها خلال الفتره الماضيه، لكن جاءت بيانات الوظائف الامريكيه الغير زراعيه التي كنا نترقبها يوم الجمعه مخيبه للامال، مخيبه للتوقعات. أضاف الاقتصاد الأمريكي فقط 194 ألف وظيفة مقابل كانت توقعات، نحن نتحدث عن 500 ألف وظيفة، هي أدنى المستويات في عام تلك الإضافة. وبالتالي إذا قارنا حتى في شهر أغسطس كنا فوق 336، فبالتالي لكن نسب البطالة قد تراجعت. وأيضا نتحدث عن ارتفاع في معدل نمو الأجور، فبالتالي الدولار الأمريكي تراجع في جلسة يوم الجمعة بعد هذه الأرقام المخيبة للآمال. ما زال الاتجاه الصاعد يعني صاعد موجود، لكن احتمالات أن نشهد بعض التذبذب وبعض الاتجاهات الهابطة بين الحين والآخر على المؤشر الدولار الأمريكي خلال هذا الأسبوع، لأن نحن نترقب محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الذي يعطينا إيضاحات أكثر حول السياسة النقدية المستقبلية، وخاصة يعني بعد البيانات الوظائف الأمريكية، هل سيكون بالفعل هناك تقليص لبرنامج شراء الأصول كما كان في آخر اجتماع أن يكون في نوفمبر لتقليص شراء السندات البالغ 120 مليار دولار شهريا؟ فكل الأنظار حول محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي. لا استبعد بعض التذبذب. الأسواق المالية العالمية بشكل عام حالة من التذبذب شهدتها. نحن نتحدث عن ارتفاعات في التضخم كبير نتيجة ارتفاع أسعار النفط، تعطل في سلاسل توريد، فهذه الضغوط التضخمية يعني أن هناك توقعات بأن تقوم البنوك المركزية بتقليص برنامج شراء الأصول. فمع بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية، هل سيكون هناك اتخاذ من الفدرالي الأمريكي خطوات لتقليص برنامج شراء الأصول؟ سوف نترقب هذا المحضر وإيضاحات أكثر حول تقليص برنامج شراء الأصول. نعم، يعني إذا من المتوقع خلال تعاملات هذا الأسبوع على أجندة الاقتصادية لهذا الأسبوع العديد من المعطيات التي تؤثر على أداء المؤشر، تحديدا مؤشر الدولار. إذا يعني في ظل الارتفاع الحاصل في أسعار النفط، كيف يتعامل المستثمرين في البورصات وتحديدا بورصات العملات مع هذا الارتفاع؟ تقصد أسعار العملات؟ نعم. نعم، بالنسبة إذا تحدثنا عن طبعا العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي مثل اليورو، سوف نشاهد بعض الارتفاعات. لاحظ الدولار الكندي، الدولار مقابل كندي على انخفاض، لكن الدولار الكندي يتمتع بالإيجابية نتيجة ارتفاع أسعار النفط التي تشهد ارتفاعات قوية. نحن نتحدث عن ارتفاعات أسبوعية بأكثر من 4% سواء على الخام الأمريكي الخفيف الذي اتجه صوب 80 دولار، وأيضا نتحدث عن خام برنت الذي ارتفع قرابة 83 دولار. فبالتالي هذه الارتفاعات الشديدة استفاد منها الدولار الكندي. أيضا لدينا هناك بعض الدولار النيوزيلندي، شهدنا بعض الارتفاعات عليه بعد أن قرر البنك المركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة، فهذا أدى إلى تحركات إيجابية على الدولار النيوزيلندي في خلال الأسبوع الماضي. نتحدث أيضا عن بالنسبة للين الياباني، لاحظ أنه كان هناك تراجعات، عدم يعني عدم التوجه مثل الين، عدم التوجه للملاذات الآمنة التي تعتبر مثل الين الياباني وأيضا الفرنك السويسري، شهدنا بعض التراجعات عليه. فهناك يعني ارتفاعات بين الدولار مقابل الين الياباني نتيجة أنه هناك ما زالت نتحدث رغم بعض التراجعات التي شهدناها الدولار الأمريكي، لكن ما زال هناك قوة يعني
يعتبرها في الدولار الأمريكي. أيضا الين الياباني يعاني مع استمرار السياسة التحفيزية كما هي، فهناك ضغط. التضخم في اليابان منخفض بشكل كبير، نتحدث عن 0.13%، فاستمرار السياسة التحفيزية، استمرار قرار البنك المركزي بمواصلة تلك التحفيزات، فهذا يثير الضغوط على الين الياباني. نعم. هذا بالنسبة لسوق العملات بشكل عام، أهم الأخبار البارزة في العملات. نعم. يعني أستاذة لينا، نذهب مباشرة للحديث عن أسعار الذهب، وأيضا نلاحظ هنالك حذر كبير من التعاملات في الذهب، بالرغم من أن هناك كان موجة من التراجعات واضحة لأسعاره عند مستويات 2000 وتقريبا 1773 دولارا. إذا هذا الحذر، وبالرغم من أنه ملاذ آمن يعتبر نوعا ما. نعم، بالنسبة لأسعار الذهب يعني هي شهدت ارتفاعات الأسبوع الثالث على التوالي. نحن بعدما ارتفعنا مستويات 1780 تراجعنا عن تلك المستويات، لدينا مستويات مقاومة مهمة، لو تجاوزناها 1770 فالاتجاهات صاعدة لأسعار الذهب. لو تجاوزنا تلك المقاومة، الذهب استفاد من تقرير بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية التي جاءت مقيب الآمال، رغم أنه شهدنا في ارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. هنا الاستباق بأن يكون تقليص لبرنامج شراء الأصول، سوف نترقب ذلك. أيضا سقف الدين الحكومي ورفع سقف الدين الحكومي والتوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين الحكومي في مجلس الشيوخ بين الجمهوري والديمقراطيين قصير المدى، يعني هذا يعني وجود حل لعدم تعثر الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. عن سداد ديونها. سوف ننتظر الاجتماع أو يعني سوف ننتصر في ديسمبر، هل سيكون حلول لمسألة رفع سقف الدين الحكومي طويلة الأجل؟ فكل هذه سيكون لها يعني كتأثيرات عم تشوفها، تأثيرات نوعا ما عم تدعم أسعار الذهب خلال هذه الفترة. لا أستبعد أيضا بعض التذبذب خلال الأسبوع القادم. نعم. حتى يظهر محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي، نحن نترقب أيضا الذهب والعلاقة العكسية التي تربطهما، فأي انخفاض في مؤشر الدولار الأمريكي يعني سوف نشهد بعض الارتفاعات، فالتركيز على مستويات 1770 دولار للأونصة، لو اجتزناها سوف نرى مستويات 1800 دولار. نعم. إذا الحديث حول أسعار النفط تحديدا برنت، يعني هل يعتمد فقط السبب الحاصل في الارتفاع بحسب المحللين، أو الارتفاع في أسعار الغاز الذي دفع إلى التوجه إلى أسعار برنت ورفع قليلا من الأسعار؟ ما هي العوامل التي يعني تحدد الآن أسعار النفط في الأسواق؟ نعم، أسعار النفط تشهد ارتفاعات متتالية. نحن كما تحدثنا الخام الأمريكي الخفيفة على ارتفاعات للأسبوع السابع على التوالي، برنت أيضا ارتفاعات للأسبوع الخامس على التوالي، نتحدث عن ارتفاعات بأكثر من 4%. الخام الأمريكي الخفيف اتجه ل 80 دولار، هذا يعني ارتفاعات أسعار النفط تثير المخاوف من ارتفاعات التضخم في العالم، تزيد من الضغوط التضخمية في العالم، بالتالي بسبب الاتفاق من قبل أوبيك بلس بواقع 400,000 برميل يوميا، هذا دعم أسعار النفط كما كانت تتوقع الأسواق. أيضا كما ذكرت الأسعار تحول من مشكلة إمدادات الغاز إلى أسعار النفط، فهناك تحول رأينا من الإقبال على الغاز إلى زيادة الطلب على النفط، فهذا ساهم في ارتفاع أسعار النفط، فعم نشوف ارتفاعات صاعدة. متوقع استمرار ارتفاعات في أسعار النفط، وربما نتجه صوب 90 و100 دولار خلال الفترة المتوسطة والطويلة، لا يعني لأن هناك توقعات بأن يزيد الطلب العالمي على النفط خلال الفترة القادمة نتيجة الانفتاح الاقتصادي، النمو الاقتصادي، رغم توقعات صندوق النقد الدولي بأن يكون هناك تباطؤ في النمو الاقتصادي بنمو طفيف بواقع 6% عن شهر يوليو، فبالتالي رغم كل ذلك فربما يعود الطلب العالمي على النفط. هناك طلب من الدول المستهلكة، ولا ننسى انه
تعطل الإمدادات التي حصلت نتيجة الأعاصير أعصار أيضا سبب أيضا في ارتفاعات وساهم في ارتفاع أسعار النفط، فما زالت الاتجاه صاعدة لأسعار النفط خلال الفترة القادمة. يعني جميع المؤشرات تشير إلى ارتفاع واضح في أسعار النفط تحديدا برنت وملامسات مستويات $100. كنت معنا محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب لينا قنوع من دبي، شكرا لك على كل هذه التفاصيل المهمة.